مرحبا، أنا اسمي نضال عامر، بدرس هندسة صناعية سنة رابعة، مقبل على التخرج. شو يعني كلمة مهندس صناعي؟ مهندس صناعي كلمة عابرة ممكن نسمعها من أكثر من واحد، من أكثر من مكان، بس إيش يعني مهندس صناعي وإيش الإمكانيات اللي بتحلى فيها المهندس الصناعي؟ ما بنعرفها. حابين نعمل شوية مقابلات مع طلاب داخل الجامعة وخارج الجامعة حتى نعرف مدى إلمامهم بالهندسة الصناعية وإيش يعني مهندس صناعي. مرحبا شباب، يعطيكم العافية. الله يعافيك. تعرف حضرتك؟ إياد أبو صالحية. حياك الله. أحمد شحوري، هندسة صناعية سنة ثانية. هندسة صناعية. علاقات عامة واتصال. اتصال. ممكن أسألك سؤال؟ تفضل. إيش بتعرف عن الهندسة الصناعية؟ إدارة مصانع، إدارة مشاريع، آلاف. إيش بتعرف كمان؟ ما عنديش معلومات واضحة بس عنها، بس بعرف إنها يعني بالغالب تكون كإدارة المشاريع اللي تقوم بها المصانع ووضع خطط وجدوى اقتصادية لهاي المصانع. مرة ثانية. أي أحمد شحوري، هندسة صناعية سنة ثانية. تمام، بما إنك تدرس هندسة صناعية سنة ثانية، إيش بتعرف عن الهندسة الصناعية؟ الهندسة الصناعية هي إجت دمجة بين علمين اثنين، علم الهندسة وعلم الاقتصاد. المانجمنت ودرست الحالات السلوكية للإنسان والنفسية ودمجت بين علم النفس والهندسة. والهندسة الصناعية مش زي مثل ما الكل بفكرها إنها بتشتغل بالمصانع وهيك إشي. الهندسة الصناعية هي بتشتغل بأي مكان، بالقطاعات، يعني قطاع السياحة ممكن يشتغل، الزراعة، أي إشي. المهم لو ننيش للترجمة الحرفية المضبوطة للهندسة الصناعية الاندستريال انجينيرينج، الاندستريال معناها قطاع مش اندستريال صناعي. وكمان الهندسة الصناعية أول من بدأ فيها وفكر فيها هو فريدريك تايلر لما راح على مصنع بأمريكا وبلش يشتغل عليه ويدرس الزمن والوقت ويدرس حالات السلوك. يعني هلأ إذا عندنا مصنع بنقدر ندير خطوط الإنتاج من خلال الهندسة الصناعية، بنقدر نزيد. وهدف الهندسة الصناعية الرئيسي إنه نرفع الإنتاج بأعلى جودة، يعني يكون أقل تكاليف وأعلى جودة. مرحبا شباب. أهلا وسهلا. يعطيكم العافية. تعرف؟ أنا وسيم شنابلي، طالب هندسة طاقة سنة رابعة. تعرف حضرتك؟ أسامة دوهبشي، طالب هندسة صناعية سنة ثانية. هندسة صناعية، تمام. وسيم، إيش بتعرف عن الهندسة الصناعية؟ يعني حقيقة مش كثير، بس بعرف إنه المهندس الصناعي هو حلقة الوصل بين المدير وبين المهندس. يعني يفترض أن يكون أقدر على القيام بالعمليات الإدارية، شغل الأرشفة والتقارير، دراسات الجدوى الاقتصادية وزي هيك شغلات. بحكم دراستك للهندسة الصناعية، إيش بتعرف عن الهندسة الصناعية بشكل عام؟ أول شيء بدي أحكي إنه الحكى زميل هو يعني إشي صحيح، لكن عليه هندسة صناعية في إحنا عنا علم الاقتصاد هو علم بحثي، وعلم الهندسة والميكانيك هو علم العملي. فالهندسة الصناعية أجت فكرة أنها تجمع بين العلوم والتطبيق عشان يقوم الأداء بأقل وقت بأفضل جودة. وهي لا تعتبر يعني هندسة صناعية بمعناها الحرفي، هي ممكن هندسة صناعية وهندسة في القطاع اللي هي سيستم انجينيرينج. هنا بتعلق بكل إشي، ممكن تشتغل بمجالات متعددة مش إنه بس مصانع. هي بجزء أكتر إشي على خطوط الإنتاج، لكن هي ممكن تشتغل بأي شيء، ممكن بالمستشفيات، ممكن بالقطاع السياحة. هو شخص يتمتع بروح قيادية، قدرة على الإدارة والتخطيط والتنفيذ والقيام بعديد من الحسابات. فهي يعني تعتبر جزء مهم من التخصصات الهندسية. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك دكتور. بحكم خبرتك بالهندسة الصناعية، حابين تحكي لنا شوية عن تخصص الهندسة الصناعية ومجالات عمل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية بحب أن أعطي تعريف للهندسة الصناعية. الهندسة الصناعية هي عبارة عن مجال من مجالات الهندسة اللي بتهتم أو تستخدم العلوم المختلفة مثل الرياضيات، الفيزياء. وطبعا هاي العلوم بيستخدموها مشان انهم يعملوا على تحسين وتطوير ودراسة الأنظمة المتكاملة اللي بتتكون من المواد الخام والعمال والآلات والمعلومات، بحيث انها تخرج بأحسن صورة بأفضل جودة وأقل تكلفة. طبعا الهندسة الصناعية هذا تعريف تقليدي لها، لكن هي تعتبر بالنهاية هي عبارة عن تخصص زي كل التخصصات. لكن ممكن أي شخص يسأل يعني ليش هي هندسة صناعية مش هندسة مثلا ميكانيكية أو هندسة مثلا إدارية.
طبعا الهندسة الصناعية مش معناتها انها مهندس هندسة تختص بالعمل في بالمصانع، وانما بعمل باي مكان ممكن تكون يعني نطاق عمل المهندس الصناعي بالقطاع الخدماتي بالمصانع، ممكن يشتغل في بنك او يشتغل ممكن يشتغل في بمستشفى، ممكن يشتغل في مطار، ممكن يشتغل في اي قطاع حكومي او قطاع خاص. بشكل عام الهندسة الصناعية من التخصصات اللي أصبحت عليها طلب كبير، لأنها طبعا تهتم بأنها توصل لأفضل لوضع أفضل للمؤسسة ولوضع أفضل للمنشأة الصناعية بشكل عام. مهندس تامر يعطيك العافية. الله يعافيك. حابين نسألك والله عن تخصص الهندسة الصناعية وإيش تأثيره على الطلاب وإيش مستقبل الهندسة الصناعية. أوكي. الهندسة الصناعية هي عبارة أو ما يطلق عليه هندسة صناعية وهندسة النظم، هي عبارة عن دورها الرئيسي هي دراسة أنظمة العمل، ولما نحكي أنظمة العمل أو أنظمة الإنتاج سواء كانت عمليات تصنيعية أو خدمات، هدفها اللي هي الاستغلال الأمثل للموارد الموجودة داخل المؤسسات أو داخل الشركات، من موارد مالية لموارد بشرية لموارد من خلال المواد الخام، في توظيفها من خلال رفع كفاءة هذه الأنظمة ورفع وبالذات رفع الفعالية والكفاءة لهذه الأنظمة. طبعا بما أن الهندسة الصناعية شيء واسع، معناته الوظائف اللي ممكن يشغلها المهندس الصناعي متنوعة ومتعددة وفي عدة مجالات. فمثلا ممكن يشتغل في أنظمة إدارة الجودة، ممكن يشتغل في إدارة أنظمة الصيانة، ممكن يشتغل في إدارة الموارد البشرية، ممكن يكون عندنا مثلا في إعادة الهيكلة الماكينات أو خلينا نسميها الأسيتس داخل هذه اللي هي ممكن نسميها الفاسيليتي لاي اوت، يعني المهام متعددة. بعد ما عملنا مقابلات مع بعض الطلاب فهمنا إيش معنى المهندس الصناعي، نقدر نحكي إن الهندسة الصناعية مش بس تخصص، الهندسة الصناعية أسلوب حياة. عشان تعرفوا أكثر عن الهندسة الصناعية تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك معهد المهندسين الصناعيين في جامعة النجاح.